عبر الهاتف سيادة الفريق قاصد محمود، وهو نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأردني سابقا. نشرف بك سيادة الفريق، حين تتابع ما يحدث الآن من قصف لما يوصف بأنه قواعد للميليشيات المدعومة من إيران على الأراضي السورية، هل تشعر بأن ذلك كسابقاته مجرد رد فعل محسوب على قصف البرج 22، أم ماذا؟ أم أنه بداية لتوسع إقليمي قد لا تحمد عقباه؟ مساء الخير، تحياتي لك وللمشاهدين جميعا. احنا قبل ساعتين تقريبا كنت مع قناتكم الكريمة وتحدثنا أن الضربة ستكون بأي لحظة، يعني استنفذت كل أشكال الاستعداد والتمحيص الاستخباري والعملياتي والفني وحتى السياسي، وأصبحت ضربة واضحة جدا، والآن في أي لحظة نتوقعها، وهذا ما حصل حتى أن بدأت عندما كنا نتحدث. هذه الضربة أعتقد هي المرحلة الأولى. هذه الضربة بشكل عام أو هذه الرد الأمريكي لن يكون ضربة عادية، يكون ضربات متتالية وضربات قوية وبمختلف الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية حقيقة، حتى فعلا تضمن أمريكا استعادة هيبتها في المنطقة وردعها القوي لأي عناصر أن تعتدي على جنودها. وهذا شيء طبيعي، لأنه الحقيقة الضربة الأخيرة في على الحدود الأردنية السورية كانت ضربة مؤلمة للأمريكان، واليوم استقبلوا الجثامين 3 جنود أمريكيين، الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع وهكذا. فهذه عملية كبيرة، فهي بإعلان واضح بدأت أمريكا هذه الحملة، والآن الضربة بدأت في أكثر موقع جغرافي كان متوقع أيضا، لأنه من هذه المواقع الأرجح خرجت الطائرة المسيرة، لأن هي الأقرب إلى قاعدة التنف وإلى الحدود الأردنية السورية والبرج 22 الذي تلقى الضربة بشكل مباشر. فبالتالي هي أعتقد على الأرجح صممت هذه المرحلة الأولى لتحييد إمكانيات استخدام أي هجمات مضادة على قاعدة التنف الأمريكية القريبة من تلك المنطقة، وهي الحدود السورية العراقية أيضا، أو الحدود السورية الأردنية. فبالتالي المرحلة الأولى أعتقد يعني ذكاء باختيارها وبانتخاب هذا الجغرافيا. أما عن التبعات فسيعتمد كثيرا على القادم والردود المتوقعة. ما هي توقعاتك؟ هذا ما كنت سأسألك عنه سيادة الفريق، ما هي توقعاتك لردود تلك الميليشيات بحسب معرفتك بتسليحها وقدراتها القتالية؟ الحقيقة ليس هذا هو العامل الأساسي في الموضوع. العامل الأساسي هو ما هي الرغبة الإيرانية المبطنة في الموضوع، هل تريد ردا أو لا تريد. كان هناك تصريح من الرئيس الإيراني أنه إذا تم استهداف إيران فسترد. هناك الحرس الثوري أيضا بمتقدم أكثر على الرئيس الإيراني باستعداده للرد. الآن الضربة غير مباشرة لأنها ليست في إيران وليست لموقع إيراني، ليست لهدف إيراني، هي لهدف من أهداف الميليشيات المرتبطة والمزودة من إيران. فأعتقد إذا كان الرد من هذه الميليشيات له حسابات، وإذا كان الرد من إيران له حسابات مختلفة تماما، وهذا مستبعد، على الأرجح أنه مستبعد. إيران قد توعز إلى هذه الميليشيات أن ترد من إمكانياتها بردود معين، ولذلك أعتقد يعني استهداف هذه المواقع أيضا جزء من الاحتياط المناسب للرد من قبل الأمريكان، الآن على أساس أنهم يحيدوا أو يجهضوا إمكانية الرد على المواقع الأمريكية القريبة في هذه المنطقة، وهي المنطقة الأكثر أهمية استراتيجيا لإيران حقيقة، لأنها هي حلقة الوصل والامتداد الطبيعي اللوجستي الاستراتيجي الإيراني من القواعد الإيرانية باتجاه العراق باتجاه سوريا باتجاه لبنان. فبالتالي يعني الموقع مهم جدا، وقد يكون هو الأكثر أهمية من حتى من المواقع القادمة، وإن كانت الأهداف القادمة قد تكون مختلفة. هذا أيضا مهم جدا، قد تشمل شخصيات، قد تشمل مواقع يعني إيرانية مباشرة لكن ليست في داخل إيران، قد تكون في البحر الأحمر، قد تكون في أي موقع برضو، يعني ممكن في نفس سوريا في العراق نفسها أيضا هناك
مواقع إيرانية معروفة.